الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من تولى غير الله بالطاعة والنصرة فقد أشرك. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الآيات. قل يا محمد ويا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قل للناس جميعا: أغير الله أتخذ وليا؟ يعني هل يعقل أن أتخذ ناصرا ومتبوعا أتبعه غير الله تبارك وتعالى؟ فالله وحده هو الناصر وهو المعين، ولا يمكن أن أستنصر غيره ولا أن أستعين بغيره. ولذلك نحن في سورة الفاتحة التي نكررها: وإياك نستعين. فالنصرة من الله، ومن استنصر بغير الله، لا نقصد استنصر بغير الله أي اتخذ الأسباب ليساعدوه على الوصول إلى هدفه، هذا مشروع، ولكن أن يعتقد أنهم يستطيعون أن يوصلوه إلى النصر، لا يستطيع أن يوصل للنصر ولا يحقق الأهداف إلا الله سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض ومبدعها على غير مثال سابق، يعني بعد أن لم تكن موجودة. ما المقصود على غير مثال سابق؟ مثلا من اخترع الطائرة، هذا ليس بخالق للطائرة، إنما هناك مثال سابق: الطيور تطير فقلدها فسوى مثلها. الكاميرات، نظر إلى العين المبصرة فقلدها وسوى مثلها وعمل مثلها، على غير مثال سابق إذا لم تكن موجودة فأوجدها من العدم. فاطر السماوات والأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما كنت أعرف ما فاطر السماوات والأرض حتى جاءني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا حفرتها لم تكن موجودة. ففهم ابن عباس معنى فاطر أي أوجدها من العدم، ما كانت موجودة فأوجدها. إذن من هو فاطر السماوات والأرض في الآية؟ الله تبارك وتعالى، هذا هو الناصر، هو المتحكم في الكائنات في السماوات والأرض، فهو سبحانه يطعم مخلوقاته ويمدهم بأسباب الحياة والنماء، وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى عما يشركون. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون أول من أسلم أي استسلم لأمر الله. طبعا هو أول المؤمنين وهو أول المسلمين، نزل عليه الوحي فأطاع الله فيما أمره وفيما أنزل عليه. وأيضا هذا الكلام ينطبق علينا نحن الدعاة، إذا كنا ندعو غيرنا إلى الإسلام، يعني الانقياد لله ثم ننقاد لغير الله، فمعنى ذلك أننا لسنا دعاة، إنما نتظاهر بالدعوة. فينبغي أن نكون أول المسلمين، أي أول المستسلمين لأمر الله تبارك وتعالى، ثم ندعو الناس إلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. من هم المشركون؟ الذين يطيعون مع الله غيره. ليس هذا على إطلاقه، إذا أطعت والدك في المباحات أو في غير معصية الله فلست مشركا، لأن الله أمرك بطاعة والدك. أما إذا أطعت والدك في الحرام وخالفت أمر الله وأطعت والدك واعتقدت أن طاعته واجبة ملزمة وتركت طاعة الله، فقد أشركت والدك بالله. فكيف بك إذا أطعت حاكمك أو فلان أو فلان في شهواتك من أجل مصالح معينة وتركت طاعة الله عن قصد واستحللت ذلك؟ قد خرجت من الإسلام، أشركت مع الله. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: قل، أي لهؤلاء المشركين الذين يطيعون مع الله غيره والذين يدعونك إلى عبادة غير الله وطاعته، قل
لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما هو اليوم العظيم؟ يوم القيامة. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عن هذا العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله. يعني نستطيع أن نقول إننا ندخل الجنة إن شاء الله برحمة الله وفضله وليس بعملنا، مهما كان عملنا صالحا فضل الله علينا عظيم، إذ جعل لنا الحسن بعشر أمثالها والسيئة بسيئة، وهذا فضل ورحمة من الله تبارك وتعالى. فإذا صرف الله عنا العذاب يوم القيامة وأدخلنا في رحمته في الجنة فهذا برحمة من الله تبارك وتعالى وفضل. ثم إن الإنسان الذي يستحل عبادة غير الله، أي الخضوع والطاعة والتبعية لغير الله، هذا الإنسان لا يعرف ربه. كثير من الآيات القرآنية تعرف الإنسان بربه حتى يعرف من هو معبوده، حتى يخلص لله في التوحيد. ما يقول للناس هل أشغلت قلبي، أنا مؤمن جوات قلبي إيمان، لا، نحن نرى عملك ولا نرى قلبك، فنشهد عليك أو يشهد عليك القرآن، اقرأ القرآن، يشهد عليك القرآن إن كنت مؤمنا أو كنت مشركا. أما قلبك فربك يعلمه، وقلبنا ربنا يعلمه. إنما الأعمال بالنيات، هذه النيات عند الله تبارك وتعالى، المخلوقون لا يعرفونها، ولكن يحاسب الناس ويحكم عليهم في المحاكم الدنيوية بالظاهر. قال عليه الصلاة والسلام: نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وهو القاهر فوق، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر، بمرض أو بمصيبة أو بشيء أصابك وأتعبك وأزعجك، فلا كاشف له إلا هو، لا يستطيع أن ينقذك من هذا الضر إلا الله. الضر كثير ما يقوله علماء التفسير المرض، وهو يشمل المرض وغيره. فنأتي إلى المرض، إذا أصابك الله بمرض، لا سمح الله سرطان ولا شيء، من الذي يكشفه عنك؟ تتخذ الأسباب، والأطباء يجرون العمليات ويعطون العلاج الكيميائي إذا شاء الله أن تشفى تشفى، فهو الذي يزيل الضرر. أنت تتخذ الأسباب والأطباء يتخذون الأسباب، وإذا شاء الله ألا يذهب المرض فلا يذهب، فيأتي ملك الموت وتكون النهاية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، تعلم أنت أيها الإنسان ذلك. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن الله هو المتصرف، فعلام تخاف غيره وتعبده رغبة أو رحبة. وهو القاهر فوق عباده، القاهر أي القادر المقتدر الغالب، بينما المتحكمون في الشعوب وفي الناس ليسوا قاهرون، إنما هو ابتلاء للناس وابتلاء لهم وفتنة حتى يموتوا وهم جبابرة والعياذ بالله تعالى متسلطون فراعنة، فأول من يدخلون النار. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويبتلى بهم الشعوب والناس حتى يظهر من يطيع الله ممن يعصه ويطيع المخلوق. فالذي يستحق الطاعة هو القاهر الله، وهو القاهر فوق عباده، أي القادر الغالب المتحكم في البشر، الخالق لكل شيء في الوجود. وهو الحكيم الخبير، الحكيم يختار ما يشاء من السلوك ويدبر شؤون خلقه كلهم. أنت أيها الإنسان خلقك الله ويدبر أمرك بإنبات النبات لك، ويدبر أمر الحيوانات التي خلقها لك فسخرها لك، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، الإبل والغنم لتستفيد من ذرها ومن صوفها ومن وبلها ومن كذا فتستدفئ وتمتع. دبر أمور خلقه فهو الحكيم، وهو يعلم كل شيء من تصرفاتهم، وسيحاسبك على عملك. وما هو عملك الذي طلبه الله منك؟ إنه بطاعتك إياه تحقق سعادتك في الدنيا قبل الآخرة. فإن اخترت طاعة الخالق وحده لا شريك له وتحررت عن العبودية لغيره
عشت حياة سعيدة في نفسك، فالسعادة تبدأ من الداخل وليست من الخارج، وإن فعلت غير ذلك فالله خبير بعملك وسيجزيك عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررنا من العبودية للعبيد، والحمد لله رب العالمين.